رندا فهد مع اليوم بإيت سمارت، موضوعنا بخص الأولاد اللي حركتهم شوي زايدة. رح نشوف شو العلاقة بين هالتصرف والنظام الغذائي. أما قبل بدنا نذكر بمسابقة باري لايت، ما لكم إلا تفوتوا على صفحة فيسبوك لـ MTV ألايف تشتركوا بالمسابقة. هلا بنذكركم بالسؤال حطيناه امبارح، عندكم أسبوع لثلاثة جاي تتحطوا أجوبتكم، وثلاثة جاي بنعطي اسم الرابح والجواب الصحيح. بونجور رندا. بونجور تينا، كيفك اليوم؟ كثير منيحة. سؤالنا عن النشويات. مزبوط، فهو أقل نشويات، أي في أقل نشويات، هل هي الكستنة أو البطاطا الحلوة؟ طبعا هلأ موسمهم وما زال سألنا عنهم، أكيد جمعة الجاي رح يكون في حديث عن الكستنة والبطاطا الحلوة وفوايد كل وحدة، وخاصة أنه منزيد أكلهم هلأ بهالموسم 100% بهالموسم. فأكيد مشاهدين عم بيجاوبوا على فيسبوك بيجز مثل ما قلتي MTV Alive أو DCDC رندا دنيا فهد أو Berry Light Health Center. كتير كتير عم يكون عندنا أجوبة، وعم يكون في أجوبة أكيد مزبوطة وأجوبة كمان خطأ. ما لكم غير تعملوا ريسيرش لتعرفوا الجواب المزبوط وتحطوا، ويلا جمعة الجاي بيكون عندنا رابح أو رابحة من مطابخ باري لايت لأكل ليومين. عنا خبرية قبل طبعاً موضوعنا؟ دايماً عنا خبريات حتى يكون في إشياء ريسيرش جديد، وعم نعرف شو الأجوبة عنه، شو عم يصير في إشياء جديدة بهالعالم العلاقة بالتغذية لنكون عم نفيد المشاهدين عليها. واليوم بتعرفي تينا كل العالم تسأل شو هن الأكلات، هل في أكل بتعليل الميتابوليزم بتساعد جسمي يحرق وحدات حرارية أكثر؟ ويعني دايماً على طول هيدا السؤال. هلأ أنا دايماً بحب أقول للأشخاص اللي بتطلعوا بيقولوا يه أنا الميتابوليزم عندي كتير واطي، بيكونوا هن يمكن أشخاص صار بالقامة، فطبيعي الميتابوليزم بيبقى قليل أبطأ. أو هن نعم، أو هن بيبقى ما عندهم عضل كافي، فطبعا الميتابوليزم بيبقى أبطأ. فأوقات في أشياء ما فينا نقول عنها ليه، فينا نشوف طبيعة الجسم شو هي، والجسم دغري رح يقولنا إذا الميتابوليزم بطيء أما لا. نعم. هيدي من ميلة، ولكن من ميلة تانية بيّنت الأبحاث إنه الأشخاص اللي هن عم يخففوا النشويات بأكلهم، عم خصوصا النساء، عم يعلى قوة الحرق عندهم. وبهالدراسة نعطوا تقارن بين اثنين جروب، الجروب اللي هو نعطى بأكله 60% يكون نشويات، والجروب الثاني اللي هو أكله فيه بس 30% نشويات. وانتبهوا أنا بقول تخفيف ولا مرة بقول تقيفة، لأن النشويات عنصر بيعطي الطاقة بالجسم، ولكن هون لناخد الطاقة المضبوطة ونعلي الميتابوليزم. النشويات كانت بس 30% وكانت منا من نوع الحلويات والسكاكر، بالعكس كانت بالحبة الكاملة، كان الخبز يعني عطى الهامبرجر، يكون في لحمة، يكون في الخبزة بالقمحة الكاملة، عطى الباستا اللي هي مع الجبنة، الباستا الكاملة مع الجبنة، يعني كان في هون مزيج بين شوية دهنيات شوية زيوت جيدة، أما دهنيات جيدة شوية بروتينات والنشويات جيدة. وتبين انه اللي يتناول 30 جرام من النشويات بالنهار هيدا الاشخاص، او 30% بردون من النشويات، هول الاشخاص قوة حرق الوحدات الحرارية بنسبة 30%. حلو. فكانت نسبة كتير كبيرة. فهون الاتجاه لنوع النشويات اللي هو مزبوط، هيدي كانت نهاية الدراسة، وتخفيف النشويات خلال نهارنا، بتشوفوا كيف الميتابوليزم بيرجع لكم. في الواحد يجرب، لأنه بالنهاية كل واحد اكسبيرينس مختلفة. 100%. وطبعا هذه منا الطريقه الوحيده للعن الميتابوليزم، بس هي دراسه انعملت وحبيت انا اكون عم بحكي عنها. رح ناخذ اتصال. الو بونجور. اهلا وسهلا. سوري، معك مدام فغالي. تفضلي. بس بدي اسال عن خبز الطحالب، اذا ممكن واحد ياكله على طول. خبز الطحالب هو الخبز اللي فيه السي الجي او الطحالب، اللي هو يستعمل لانه بيساعد الاشخاص لانه يفوتوا على التواليت. هي الطحالب منا شغله عاطله ابدا، ولكن اللي بيصير انه بعض الاشخاص اللي بيتناولوه بيصير معهم دايريه، اما بيصير معهم اسهال، ونحن كثير بيسهل يعني. مزبوط. ونحن الاسهال كمان هيدا شيء منه بصحتنا، بضر مثل ما هو كتام المعده بضر. فدائما هي بنرجع على موضوع اللي هو بالانس. في اشخاص من وراء
ورا خبرة بيتناولوا أبعد منها، يمكن هني بيتناولوا ثلاث أبعاد خبز أبعد منهم بتكون من الطحالب وأبعد من العادة. شو كمان بدها تجرب تشوفية جسمك كيف عم يتفاعل، كيف جسمها عم يتفاعل معه. ولكن ناخذه على طول، ناخذ أبعد وحدة كل يوم، إيه لا ما في شيء غلط أبدا فيه. موضوعنا اليوم رندا موجه للأهل، يمكن أولادهم عندهم هيك قلة تركيز شوي، وفي كثير منهم بتصور. مزبوط. في رابط بين هالشيء وبين هالأكل اللي عم يتناول الولد؟ بالحقيقة تينا وقت يكون الولد ما قادر كثير عم يركز وبيكون هايبر كثير، عنده حركة مفرطة بحوس كثير، هذا موضوع كثير بيزعج الأهل، بتعبهم. مزبوط. يعني الأهل بدهم الولد يكون قاعد رايق عم يشتغل شغله هين بوقت قصير وخلص، يعني يكون خلص ويجيب علامات عالية. ولكن مش كل الولاد بيتجاوب بنفس الطريقة. هلا نحن اللي بدنا نعرفه إنه مش كل ولد هو كان شوي أكتف، يعني عندنا حالة مرضية. مزبوط. مش كل ولد اليوم ما قادر يركز على الماث، يعني مشكلة اكزاكتلي. يمكن هو يكون عنده ارتستيك، بحب الاشياء اللي هي بالفن. كمان احنا بدنا نعرف شوي اولادنا ونحيطهم مثل ما هن، يعني بنحبهم مثل ما هن. ولكن اوقات نحن عندنا مشكل والاهل بيصيروا بدهم يحلوا هذا المشكل بعده طرق، ومننا بالسؤال هل الاكل بيأثر. من سنه 1970 لحد هلا عم يصير في كثير دراسات لتشوف انه هل الاكل اللي هو فيه الوان أو الأكل اللي هو فيه مواد حافظة، هل هو عم بيأثر ليزيد هالحركة المفرطة عند الأولاد وقلة التركيز؟ يعني هل هو عم يأثر على جهاز اللي عم يأثر على دماغهم؟ هلأ بكل هيدي الفترة في دراسات بيّنت التأثير، وفي دراسات بيّنت أنه ما كتير في تأثير. بس هول الدراسات انعملوا بخصوص الأولاد اللي دايكنوست بـ ADD مشاكل؟ مزبوط. مش حيلا ولد، مش حيلا ولد طبعا. طبعا هلا باخر بدراسات هلا الجديده تاخذ اكثر 6 مواد، مواد ملونه، اللي هي عم يحسوا انه معقول هي. اما الاهل يمكن عم يكون عندهم تشكيات انه وقت الولد عم ياكلها عم يحوص زياده. فنعمل دراسه عليهم، وبالحقيقه نعمل دراسه مش على الاولاد اللي هن بس عندهم المرض، نعمل دراسه على اولاد بالاجمال باعمار معينه، هو من عمر 3 سنين لعمر 12 سنه. هلا بدراسة بس حتى هيك يكون عم بعطي بكلام سريع، بهالدراسة تبين انه إذا انعطوا هالولاد، انعطون على فترة جمعتين وأربع أسابيع وست أسابيع، صاروا ينعطوا بطريقة الشرب عندهم، يحطوا لهم هالألوان، ولكن يحطوا أنواع معينة، يعني كل مرة كل أسبوعين ينعطوا الولاد أنواع معينة مختلفة أو مختلفة من هالمواد اللي هي ملونة. وتبين إنه بنهاية هالستدي تأثير هالمواد الملونة كان مزبوط عم يعمل حركة مفرطة أو قلة تركيز، لكن تأثيرها كان بنسبة 10% مش أكثر من هيك. هلا ال 10% في أهل يقولوا إنه طيب ما هي 10%، خليني أكون عم ببتعد عنها. فهون الأهل فيهم يكونوا أوكي، كل الجاتو اللي فيه ألوان يبتعدوا عنه. تحددت الألوان بتصور رندا؟ تحددت الألوان، أشياء فيها أصفر، أشياء فيها الأزرق، أشياء فيها الأحمر. فهي تحددت، ولكن هلا إذا بنشوفتينا لون أحمر، ما هو مش كل الأحمر هو اللي تحدد من هالمادة كمان، يمكن مزبوط. صح. فنازل بالستدي شو اسمهم هالمواد اللي شو التركيبة؟ مزبوط. نرجع نقرا الليبلز لنرجع نعرف شو هن إذا موجودين أم لا. فإذا هون كانت تأثير 10%. هلا كمان هذا التأثير كان مختلف بين ولد وولد، وكان مختلف بالأعمار، لكن العمر الصغير تأثر أكثر لأنه حجمه الولد هو أصغر، فكان تأثير أثر فيه أكثر من الكبار. وكمان مثل ما قلنا مش كل الولاد أثروا، مشان هيك هون الجواب على هيدي الدراسة ما كان كثير دقيق، يعني مزبوط دقيق 100%. فكان هون نهاية هالدراسة بتقول للأهل أنتوا بدكم تجربوا بالبيت، تشيلوا هالمواد الملونة وتشوفوا إذا ابنكم أو بنتكم استفادت أم لا. على كل حال أنا عم بقرأ هالدراسة، قلت فرضا أنا عندي هالحالة بالبيت شو كنت بعمل؟ أكيد كنت بشيل المواد الملونة، لأنه هذه المواد ما رح تنفع بكل الأحوال. مزبوط. فأنا وقت أكون عم شيلها من أكل الأولاد ما رح أكون عم ضرهم، بالعكس. وهون بنرجع بذكر دايما أنه فينا نحن نلونهم أكل للأولاد ونعلمهم كيف يلونوها بالطريقة اللي هي طريقة طبيعية. رح ناخذ اتصال. ألو بونجور، تفضلي. ممكن أسأل مدام فهد؟ أكيد تفضلي، عم أسمعك.
بونجور، يعطيكم العافيه. بونجور مدام فهد، اهلا وسهلا. بدي اسالك سؤال، بدي اسالك انه اذا البقله بتقوي الاش دي ال. مظبوط. حلو. البقله هذا سؤال انت سامعه فيه، هي بتقوي الاتش دي ال البقله، وكمان البوتاسيوم اللي فيها بيوطي الضغط، فاكيد دائما بالسلطه نحن عندنا اياها موجوده بكثره، حطوا البقله وتناولوها. عظيم. جواب ايه 100%. غندا كنت عم تحكي عن هالدراسه، يعني قلت انه افضل واحد يتفادى الالوان حتى ما يوقع بهالمشكله، بس هون ما بيصير في لغط بين وجود الالوان بالاكل او وجود السكر بالاكل. فاذا لنرجع نكمل من وراء سؤالك الكثير مضبوط على قضية السكر. هلأ فكان الشغلة الثانية، لأنه هون في عنا الألوان، في عنا السكر، في عنا الأوميجا 3 بدنا نحكي عنها، وفي عنا نقص بالفيتامينز والمعادن عند الأولاد، فهول هن أربع أشياء معقول تأثر. هون عم بحكي بس بطريقة الأكل. فلنرجع على السكر، كمان بدراسات بيّنت أنه تناول السكر بطريقة مفرطة عند الأولاد، ونحن منعرف ليش، لأنه وقتا يتناول الولد السكر الجسم بيستعمل السكر بسرعة، فبيصير هو بحاجه لسكر زياده، هالحاجه للسكر الزياده عم تخلي الولد يصير اكتف ويصير يحوص. طيب هلا كمان هون بدراسات انعملت تبين انه نعطوا الاولاد جوس عصير اللي كان فيه سكر محلي، ما كان فيه السكر اللي نحن عم نحكي عنه، وطلبوا من الامات يراقبوا هالولاد، فهالامات راقبوا هالولاد وحطوا بالريبورت تبعهم انه الاولاد صار عندهم هايبر اكتيفيتي. النتيجه نفسها؟ لا، الامات كان عندهم بعقلهم معتقد انه السكر رح يعمل لهم هايبر اكتيفيتي. فاوقات الاهل بيكون عندهم هالمعتقد، فبصيروا يشوفوا انه ايه مزبوط هو اللي عم يعمل لهم هايبر اكتيفيتي. فلنرجع انه كمان ما في دراسه مأكده 100% على السكر، ولكن بالطريقه اللي انا قلتها انه السكر معقول شوي يحوس لكل العالم، لانه بنعرف كيف بيتفاعل بالجسم 100%. فهون انا نصيحتي للاهل، كمان الولد بحب ياكل اكل حلو، بحب ياكل اكل فيه سكر، فنصيحتي انه نحن وقت بدنا نعطي اكل فيه سكر نعطيه دغري ورا تناول الاكل. حتى السناك اللي فيها سكر، رح اعطي سناك مهضومه انا كثير بحبها، مثلا يكون في موزه سكر، تكون عسل، ملعقه عسل كبيره وبندق معها. الموزه اعطت الالياف، البندق اعطى شويه بروتين والدهنيات الجيده، ومع السكر ما عاد عمل يعلى السكر بالجسم، يعلى الانسولين ويرجع يقشط السكر. فاذا نحن وقت بدنا نعطي اكل فيه سكر لازم نمزجه مع شيء ثاني، يمكن اعطيناه قطعه الكيك نعطيه معه، نعوده ياخذ معه فنجان الحليب، لانه فنجان الحليب فيه غير عن النشا فيه الدهنيات وفيه البروتينات، او يمكن نعطيه مفن، نعطيه معه لبن، نحط له فيها شويه فواكه حتى يكون عم يعمل هالكومبينيشن. فهون كمان شغله حبيت اقولها عن طريقه السكر، اذا الاهل حاسين مش عارفين كيف بدهم يعطوا سكر، والسكر بالمحطوط بقلب العصير اكيد هيدا ما بدنا نكون عم نعطيه، بنكون عم نعطي اضافات سكر على الفاضي. نعم. والسكر المحلي؟ هلا السكر المحلي هو نوع من المواد المضافه اللي هي بعد عليها علامه استفهام تينا، ما بين لا بوزيتيف ولا نيجاتيف. بس مش افضل ما نفوت فيها اذا ما عندنا دراسات كافيه؟ برجع اذا انا كأم ما بعطيها لاولادي. نحكي عن اولاد هون، يعني انا كأم ما بعطيها لاولادي، ولكن انا كأم كمان باختصاصي بعرف كيف اعطي لاولادي كميه السكر اللي هي مطلوبه لهم مش اكثر، واعطيهم إياها بالوقت المضبوط بدون ما تأثر فيهم. مضبوط، اللي هو هيدا أنا عم بنصح فيه المشاهدين. الوقت خلال النهار بيلعب دور رندا؟ كتير بيلعب دور، لأنه تينا ممنوع كمان الولد يجوع، لانه اذا جاع عم يقشط السكر عنده بالدم. فاذا هون تقسيم الاكل اللي هو ثلاث وقعات، وبين الوقعه والوقعه يكون في سناك الصحيه اللي هي معها مثل ما قلنا يفوت الاشياء اللي الولد بحبها، هيدي من الضروريات يكون عم نعطيها للاولاد. نعم. ومن هون بنرجع على موضوع انه هل الاولاد بحاجه لياخذوا الاوميجا 3 ام لا؟ فدراسات بينت كثير اهميه الاوميجا 3 لهالنوع من الاولاد اللي عندهم الحركه المفرطه وقله التركيز، ولكن الأوميجا 3 اللي انعطى بالسبلمنت ما هو كان اللي عم يساعد، كان الأوميجا 3 أكثر اللي عم ينعطى من خلال الأكل، وقت عم نحكي عن السمك أكثر شيء، الجوز، الأفوكا، بزر الكتان إلى آخره. وهون كمان بالنسبة للأوميجا 3 تبين إنه الأولاد اللي عندهم نقص، ففي أولاد ما عندهم نقص بالأوميجا 3، فإذا ما عندهم مشكلة وعم ياكلوه مظبوط، اللي عندهم نقص هن الأولاد اللي تبين إنه هن بفوتوا أكثر على التواليت للتبول، بفوتوا
بيبتوا وبيعملوا بيبي اكثر، فهون كمان هيدي واحد بده ينتبه لها. يمكن هون عم بيظهرون يعني اكثر او بيكونوا، لا هيدا هي كانه ساين انه عندهم اوميجا 3 قليل بجسمهم، فهيدي كمان واحد فيه ينتبه لها ويكون عم يزيد لهم الاوميجا 3. عندها معلومات مهمه دائما بنسمعها منك، انا اكيد كثير اهل بيكونوا استفادوا من فقرتنا اليوم. رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومنكفي بيها لايف.